عزي في منطقة الجزاء أرون جونارسون على التنفيذ ينفذ الكرة اللاعب داخل منطقة الجزاء الله جول أول عاداتك يا أرون يا جونارسون اللي يسجل من نص الملعب عادي عنده يسجلها من الزاوية من هذه المسافة في شباك سامي حبيب وبالتالي يصطاد شباك سامي حبيب ليعلن عن تقدم العربي هوبا حطها في البعيدة أرون جونارسون الإسلندي يسعد الإسلندي الموجود على التكة شوف لعادة أرون جونارسون من هذه المسافة اصطاد سامي حبيب الكل توقعها على رأس أحد الموجودين في منطقة الجزاء